لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. قوانين النقابات بالفعل بتجمع كل النقابات. استاذ اشرف زكي ودكتور اشرف زكي طلع قال احنا منصعين لقرارات نقابه الموسيقيين، تحسيت انه رمى الكره تاني في ملعبكم؟ لا 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 هقول لك، لا هو مش مساله قرار، هو فعلا انا لو عايز امثل واخد بالك لازم دكتور اشرف زكي يوافق، ولازم نقيب الموسيقيين يقدم طلب ان انا عندي عضو مثلا بيغني لو سمحت اديله تصريح يمثل. ونفس الحكايه ليه، هو لما اما بيجي بيطلب مني ترخيص لاي حد عنده مش بس محمد رمضان عايز يغني بيبعت لي طلب عشان انا اوافق عليه ويبقى هو كمان موافق عليه. احنا القرار اللي اتاخد زي ما بقول لك لانه لجنه العمل بعد متابعه الحفلات الاخيره اللي اتعملت وعدم التزامه بالتعهد اللي كتبه وعدم التزامه بالكلام اللي اتقال لنا قررنا وقف الترخيص اي حفله ليه الا لما يتم التحقيق معاه من خلال نقابته الاصليه دكتور اشرف زكي ويبعت لنا نتيجه التحقيق ونشوف يعني هل مظلوم هو مش مظلوم كده. لكن يعني التنسيق ده على طول متبادل ما بيني وما بين دكتور اشرف واستاذ مسعد فوده وبيننا كلنا.